لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يدي بيده يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان قوم وتحدى ظروفك يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان الجدعان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده هناخد حضراتكم في حلقه خاصه جدا ومهمه جدا الى الهيئه العامه المصريه للمواصفات والجوده. هي المرجع المصري والجهه الوحيده في مصر المنوط بها وضع المواصفات القياسيه المصريه وتوكيد الجوده لكل منتج محلي حتى يمكن أن يكون قادر على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. كمان هنقابل النهاردة العديد من رؤساء اللجان الخاصة بمراجعة المواصفات القياسية للمنتجات المصرية. خلي بال حضراتكم احنا عندنا داخل الهيئة حوالي 160 لجنة مهمتها مراجعة حوالي 10,000 مواصفة قياسية بتمتلكها مصر لجميع المنتجات المصرية. أيضا هنقابل الدكتور خالد صوفي وهو عالم جليل ويرأس الهيئة حاليا هيئة المواصفات والجودة وهيكلمنا عن كيفية اعتماد المنتجات المصرية حتى يمكن أن تحمل شعار ميم قاف ميم يعني مطابقة للمواصفات القياسية المصرية. النهاردة حلقتنا شعارها باختصار شديد جدا المنتج المصري الذي لا يحمل شعار ميم قاف ميم يعني مطابق للمواصفات القياسية المصرية من فضل حضراتكم لا تشتروه لأن ده معناه أنه غير مطابق للمواصفات القياسية المصرية. خليكم معانا عشان نتابع آليات تحديد المواصفات القياسية للمنتجات المصرية من قلب واحدة من أقدم الهيئات المصرية والعربية المتخصصة في المواصفات القياسية وتوكيد الجودة. خليكم معنا. تشاهدون في حلقة اليوم فريق الجدعان يزور الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والتي تعد المرجع القومي المعتمد والجهة الرسمية الوحيدة في مصر المنوط بها القيام بجميع أنشطة إعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية وتوكيد الجودة بهدف رفع جودة المنتجات المصرية وجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية والمحلية وكذلك حماية المستهلك والبيئة. فريق الجدعان يلتقي الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والذي يكشف ضوابط اعتماد منتجات مختلف الصناعات التي يسمح لها بأن تحمل شعار ميم قاف ميم والتي تعني أن المنتج مطابق للمواصفات القياسية المصرية والتي تتطابق مع المواصفات القياسية العالمية. فريق الجدعان يرصد الجهود المبذولة في نحو 160 لجنة بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لتحديد مواصفة قياسية مصرية لجميع الصناعات حيث تمتلك مصر نحو 10,000 مواصفة وخاضعة للتجديد بصفة مستمرة وذلك حتى يسمح لمختلف المنتجات بأن تحمل علامة ميم قاف ميم وبما يعني أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية. الآن تشاهدون فريق الجدعان يزور الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والتي تعد المرجع القومي المعتمد والجهة الرسمية الوحيدة في مصر المنوط بها القيام بجميع أنشطة إعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية وتوكيد الجودة بهدف رفع جودة المنتجات المصرية وجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية والمحلية وكذلك حماية المستهلك والبيئة. فريق الجدعان يلتقي الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والذي يكشف ضوابط اعتماد منتجات مختلف الصناعات التي يسمح لها بأن تحمل شعار
ميم قاف ميم، والتي تعني أن المنتج مطابق للمواصفات القياسية المصرية والتي تتطابق مع المواصفات القياسية العالمية. الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة هي صاحبة الحق الوحيد في إصدار شعار ميم قاف ميم على جميع بطاقات تعريف منتجاتنا الوطنية، والحروف دي معناها إن المنتج مطابق للمواصفات القياسية المصرية. باختصار، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة هي المرجع القومي المعتمد والجهة الرسمية الوحيدة في مصر المنوط بيها القيام بجميع أنشطة إعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية وتوكيد الجودة، بهدف رفع جودة المنتجات المصرية وعشان تكون قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية والمحلية، ده بخلاف حماية المستهلك والبيئة. تعالوا في البداية نقابل الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واللي هيكشف ضوابط اعتماد منتجات مختلف الصناعات عشان يسمح ليها بأن تحمل شعار ميم قاف ميم، واللي بيعني أن المنتج مطابق للمواصفة القياسية المصرية واللي بتتطابق مع المواصفات القياسية العالمية. خلينا الدكتور نفهم في البداية الناس يعني ايه هيئة مواصفات وجودة، دورنا ايه؟ المواصفات والجودة هيئة عريقة جدا، احنا من 1957 والهيئة موجودة بتلعب دور كبير جدا كبوابة للتجارة والصناعة. ازاي؟ احنا عندنا هنا هو من اول اعداد المواصفة، وده الدور الرئيسي للهيئة اللي هو اعداد المواصفات القياسية المصرية. المواصفات القياسية المصرية ديت بتتوافق مع المواصفات الدولية، عندنا لجان اعداد مواصفات، عندنا فوق 160 لجنة شغالين، بيبقى فيها مشكلة طبقا للايزو ستاندر مشكلة من عدة جهات. احنا بنشتغل بتعاون كامل مع المجتمع كله، مع جميع فئات المجتمع اللي احنا بنقول عليهم الستيك هولدرز بتوع الموضوع. عندنا من جهات بحثية موجودة في اللجنة، عندنا الجامعات، عندنا المصنعين، عندنا ناس متخصصين في التخصص المعين اللي احنا محتاجينه، القوات المسلحة بتشارك، الشرطة بتشارك في المواصفات اللي تخصها، جميع الجهات ممثلة في اللجان الفنية اللي موجودة عندنا في المواصفات. بتبتدي اللجنة دي تشتغل على اتجاه معين، احنا بالمناسبة اصدرنا ما يقرب من 10,000 مواصفة حتى تاريخه، يعني كهيئة في جميع القطاعات، في جميع القطاعات احنا بنشتغل في كذا، في القطاعات كلها، القطاعات الهندسية، الغذائية، الغزل والنسيج، الكيماوية. بتبتدي المواصفة يحصل لها عملية ايشوينج الاول، يتم اصدارها ببروسس معينة وبتوزع على الجهات المعنية كلها عشان تقول رأيها فيها تاني بعد ما يتم الإصدار كدرافت، وترجع لنا تاني ناخد عليها الملاحظات ونأكدها وبعد كده نصدر المواصفة. الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، تخرج في الكلية الفنية العسكرية سنة 1994، وحصل على الماجستير في نظم إدارة الجودة من الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتوراه في الضبط الإحصائي وتوكيد الجودة من كلية الدراسات العليا بجامعة القاهرة، وتولى بالمناسبة رئاسة جهاز مراقبة وضمان الجودة بالقوات المسلحة، وبعدها تم ترشيحه لرئاسة الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة، ده كان في سبتمبر 2021. ايه أهمية يا دكتور ان كل منتج يبقى ليه مواصفة؟ دلوقتي مفيش حاجة في العالم كله بيتم تداولها او انتاجها الا طبقا للمواصفة، فطبيعي جدا ان انا يكون عندي لكل حاجه انا شغال فيها او كل منتج انا عايز انتجه سواء للاستهلاك المحلي او للتصدير لازم يكون ليه مواصفه، ومواصفه معتمده بتقول له ايه المتطلبات الاساسيه اللي لازم تكون موجوده في المنتج دوت. وحده ترشيد الطاقه دكتور انا شايفها واحده من اهم الوحدات داخل الهيئه. جميع الاجهزه الالكترونيه عشان الناس تبقى فاهمه بيبقى عليها ورقه كده بتقول حجم استهلاك هذا المنتج تمام للطاقة، صح كده؟ الورقة دي بتطلع من هنا. طيب دي وحدة كفاءة الطاقة، ده تطبيق عملي على الشغل بتاعنا، ان احنا شغلنا ليه ابليكيشن قوي جدا على ارض الواقع من اول اصدار المواصفة نفسها اللي هي اصدرنا مواصفة لترشيد الطاقة، اقدر اعرف من هنا الوحدة بتاعتي ديت هتستهلك طاقة قد ايه، يبقى انا هقدر على اللونج تيرم اوفر قد ايه، هتحمي المجتمع نفسه وتحمي البيئة نفسها من إن أنا ما دخلش منتجات استهلاك الطاقة بتاعها بره الليمت. عندنا وحدات متعددة جدا، على سبيل المثال الحصر لو اتكلمنا مثلا على وحدة حماية المستهلك، دي تعتبر الذراع الفني لجهاز حماية المستهلك موجود عندنا هنا في الهيئة، بنشتغل
في ان احنا نعمل assessment للمشكلة ونشوف ممكن تتحل ازاي. اي حد عنده مشكلة بيتقدم بيها لجهاز حماية المستهلك، بعد كده هو بيعمل لنا بيها زي انفو كده بنعرفها، بنبعت من عندنا طاقم فني يشوف حل المشكلة دي ازاي مع الجهة المصنعة، اذا كان محتاج تغيير، اذا كان عيب من المستهلك نفسه، اذا كان عيب من الشركة نفسها، عيب صناعة او يعني whatever. طب ليه ميم قاف ميم اللي هي مطابق للمواصفات القياسية مش علامة إلزامية يا دكتور؟ ازاي جملة زي دي في منتهى الخطورة ما تبقاش إلزامية لكل المنتجات المصرية؟ الحقيقة ده ترند احنا شغالين عليه دلوقتي، وشغالين في كذا اتجاه، وشغالين في يعني بنحاول نخلي الموضوع يبقى فاليبل، وكل الشركات او المصانع ابتدت فعلا تاخد بالها من الموضوع دوت، وابتدت تسجل وابتدت تشتغل معانا في القصة. دكتور احنا عندنا حوالي 10,000 مواصفة قياسية، وعندنا كل يوم وصفات قياسية بتطلع من خلال اللجان او طيب ازاي بنخسر بيها العالم عشان ما يحصلش اي لخبطة؟ احنا بنعمل حاجتين مهمين جدا، دايما بنعمل ابديت للمواصفات بتاعتنا، وده الترند بتاع الايزو نفسه اللي هي الانترناشونال اورجانيزيشن فور ستاندرديزيشن، ان هم بيحدثوا مواصفاتهم كل 5 سنين، ده نهج احنا متبنيينه هنا في الهيئة. تاني حاجة عندنا زي ما حضرتك هتشوف بعد كده نقطة الاتصال اللي هي التي بي تي، التكنيكال بارير فور تريدز. احنا بنختار دول، بيبقوا مسؤولين عن اختار الجهات الدوليه كلها بالمواصفات بتاعتنا، غير ان احنا لما بنيجي اساسا نعمل مواصفه جديده او نطلع مواصفه جديده لازم بنعملها حاجه اسمها سيركيوليشن، توزيع داخلي وخارجي، يعني انا باخطر الجهات اللي موجوده بره وباخد ارائهم على المواصفه، ولو ليهم اراء وساعات بيبقى في اراء بناءه جدا واضافه لينا برضه بتخش معانا في الفاينل كونكلوجن اللي بنقدر نطلع بيه بالشكل النهائي للمواصفه. دلوقتي تعالوا نزور معمل مهم جدا للتاكد من مطابقه الصناعات الغذائيه للمواصفات القياسيه، وهنقابل الدكتور محمد عبد المنعم مدير معمل المايكروبيولوجي للاختبارات الغذائيه. ركزوا معاه. خلينا اقول لحضرتك ان احنا في اقوى مكان داخل هيئه المواصفات والجوده، احنا بنتكلم مباشره مع صحه الانسان. الاختبارات اللي هنا هدفها ان احنا نحمي المواطن المصري. تمام. طيب عندنا اجهزه حديثه جدا، عايز اعرف من حضرتك دورنا ايه تحديدا؟ بدايه الهيئه طبعا الهدف الاساسي منها هي اصدار المواصفات القياسيه، واصدار المواصفات القياسيه دي احد اسس الصناعه المصريه طبعا وحمايه المستهلك. فعشان نطبق المواصفه دي لازم يبقى في معامل، يبقى عشان عمليه الابلكيشن نفسها لازم يبقى في معامل ذات كفاءه عاليه عشان تطبق المواصفه دي بكل الاختبارات اللي موجوده. مفيش يعني منتج غذائي في مصر ملوش مواصفه قياسيه طبعا، او مستورد ملوش مواصفه قياسيه طبعا برضه. بنبتدي طيب هنطبق بقى المواصفه دي ازاي؟ عمليه طبعا لازم يكون في معامل، احد المعامل اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي هي معامل مايكروبيولوجي، اللي هي معمل يعتبر من المعامل الرئيسيه عشان احنا بنمس حمايه المستهلك ونمس صحه الانسان. اللي احنا بنتكلم الاختبارات اللي احنا بنأديها بندور على ايه بالظبط؟ بندور على بكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي في الاغذيه، وزي ما انتم عارفين ان الاغذيه دي حاجه يعني بتمس كل المواطن المصري وتمس كل الشعب من اطفال وكبار واولد ايج وكل الناس اللي موجوده. فلازم يكون طبعا في ايه، في تشانل لان احنا نتاكد ازاي المنتجات دي مطابقه للمواصفات القياسيه من حيث الايه، من حيث البكتيريولوجيا او من حيث الايه، من حيث خلوها من بكتيريا التسمم الغذائي. الاختبارات دي الزاميه على المصانع عشان يقدر ياخد شهادة المطابقة للمواصفات والجودة؟ الاختبارات طبعا دي تعتبر من أهم الاختبارات الإلزامية، لأنها بتعتبر من الاشتراطات الصحية للمواصفة. ما فيش أي منتج بيطلع من غيرها، لازم يكون إيه، لازم يكون مطابق لهذه الاشتراطات، وعلى الأخص طبعا بيولوجيك يعني بالإيه، بالاشتراطات الصحية، إن يكون ما فيهاش أي نوع من البكتيريا الممرضة، أي نوع من البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي اللي ممكن تسبب بعد كده مشاكل للناس اللي هتتناول هذه الأغذية. معروفة دكتور ان يعني تحاليل الميكروبيولوجي بتقعد وقت طويل قوي، يعني حلني دي كانت مشكله، بتقابل معظم الناس اللي شغاله مايكروبيولوجي على مستوى العالم كله مش هنا بس. الموضوع تطور يعني ستيب باي ستيب لجات ما وصلنا لمرحله، يعني كنا بناخد مثلا 3 4 5 ايام لجات ما عملنا مثلا حاجه اسمها الاي بي اي، شرايط كده بنبتدي ان احنا نلقحها وتطلع مثلا تاني يوم. فابتدى مثلا برضو في مشاكل بتقابلنا وفي كونفليكت بيحصل بالنسبه لنا في القرايات لان الموضوع فيزيوال بالنسبه لنا، فقلنا خلاص نجنب العالم
العامل البشري ده خالص ونجيب حاجة فولي اوتوميتد بحيث ان احنا ايه بحيث ان احنا نطلع النتيجة مور اكيوريت وفي نفس الوقت ايه الكونسيومنج للوقت اللي احنا كنا بنوع فيه ده نبتدي ايه نبتدي اه. فاستعنا بطبعا من الشركات الكبيرة العالمية اللي بتعمل طبعا الكيتس وبتعمل الحاجات دي. فجبنا جهاز اسمه الفايتك 2 كومباكت اللي هو ده احد الاجهزة اللي بتعمل البايو كيميكال رياكشن طبعا تستات عددها كبير قوي وفي نفس الوقت وقت قليل عن طريق التست دون. يعني مثلا ده مثال للتست اللي احنا بنتكلم عليه. دي تشيب بتاخد 64 تست كبايو كيميكال رياكشن. البايو كيميكال رياكشن بتاعتها بنبتدي ان احنا نعملها بتخش الجهاز ويقرا الجهاز يقرا التشيبايه دي وهي سيف خالص ما فيهاش اي مشكله حتى بيقرا في خلال 6 ساعات. يعني كمتوسط 6 ساعات ان هو يطلع لي نتيجه ال 64 اختبار دول وبيطلع في الاخر تقرير بالبروبابيليتي ان مثلا دي 98% مثلا سالمونيلا جروب 98% دي كذا. فوفر عليا كتير جدا كوقت ووفر عليا كتير جدا كتستات. دكتور محمد حضرتك تقدر تساعدني كمصنع من خلال هيئه المواصفات والجوده؟ طبعا عندي انا شغال حاسس ان عندي مشكله ومش عارف السر ايه. الخطوات احد الادوات اللي احنا بننفذها هنا داخل طبعا الهيئه هي عمليه الاستشارات. في مثلا ناس كتير جدا بيجي عندهم مشاكل داخل المصنع سواء مشكله تصنيعيه في المنتج نفسه بيطلع معاه مثلا بيطلع معاه على طول يطلع معاه بكتيريا ممرضه في جزء معين من الحاجات اللي هو شغال بيها. فاحنا بيبقى في جزء من الاستشارات طبعا بيطلع لجنه فنيه من هنا مشكله من حسب قسم طبعا اللي هو اشتغل عليه. بنبتدي ان احنا ننزل معاه نشوف خطوط الانتاج نشوف السيكونس ماشي ازاي نشوف في كروس كونتامينيشن جاي من حته تانية ولا لا تلوث. الحاجات بالظبط تلوث عرضي جاي من حته تانية ولا لا هل في الميه اللي بيستخدمها ممكن تكون هي المشكله. فبنمشي ستيب باي ستيب عشان نشوف مثلا حاجه اسمها كريتيكال كنترول بوينت اللي هي الايه نقاط التحكم الحرجه اللي ممكن يكون سبب من الاسباب التلوث في المشكله دي. فبنبتدي ناخد ستيب باي ستيب السورس اللي هو داخل فيها الميه المنتجات اللي هي الريسورسز ونبتدي نعمل لها اختبار ونشوف ايه المشكله اللي موجوده عنده وطبعا بنساعده في حل المشكله دي طبعا. دكتور محمد اشكرك بس قبل ما انهي كده عايز اسالك المنتج ده اخباره ايه؟ امن ولا مش امن؟ ده كلنا بناكله. المنتج ده كل الناس بتاكله بس طبعا زي وزي اي منتج يعني موجود في السوق. يعني في حاجه من الحاجات اللي بتطلعها الجهاز الغريب اللي هو لا 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 زي وزي اي منتجات موجوده في السوق منها الرديء ومنها الكويس. يعني اختار الشركات الكبيره اللي بتنتج حاجات معينه بالوان طبيعيه صح كده؟ طبعا دي نصيحتك يعني دايما. يفضل طبعا ان انت تختار حاجه اسمها معروف لانها في الاول وفي الاخر بتحافظ على سمعتها وبتحافظ على اسمها وبتستخدم حاجات طبعا موثوق فيها من الريسورسز او المواد الخام الرو ماتيريال اللي هي بتستخدمها. الاداره العامه للجوده من اهم ادارات الهيئه المصريه العامه للمواصفات والجوده وفيها اربع معامل خاصه بالصناعات الهندسيه والغذائيه والكيماويه والغزل والنسيج. تعالوا نقابل المهندسة ميرفت إبراهيم مدير الإدارة العامة للجودة. مفهوم الجودة مفهوم كبير جدا أتمنى حضرتك تشرحه لنا. طيب إحنا كده بنتكلم على مجموعة من الخدمات بتقدمها الهيئة كلها تحت مسمى إن المنتج مطابق للمواصفات. ميم قاف ميم بالضبط. مش بس علامة الجودة في كمان شهادات مطابقة بس هي كلها صور لمطابقة المنتج للمواصفات القياسية المعنية به سواء مصرية أو أجنبية. تمام. بنقدم علامة الجودة ليه؟ احنا في تنوع في الخدمات على حسب طلب العميل. العلامة الجودة دي عقد لمدة سنتين بيتجدد برضو بطلب العميل. هي دي اللي بتنفعه في شغله أكتر في حاجات معينة. ممكن شهادة مطابقة. شهادة المطابقة دي بتبقى على لوت توريدة أيا كانت التوريدة دي جوه مصر أو برا مصر. في نوع تاني إن هي شهادة مطابقة لمدة سنة على حسب برضه هو هيستخدمها في ايه. بس الاعلى هي علامه الجوده. بالظبط. دي مدتها سنتين. مدتها سنتين وبتبقى المطابقه فيها يا اما المواصفه مصريه او اجنبيه. وبرضه باكد لحضرتك ان كل الخدمات دي بتعني المنتج. احنا رقم واحد المنتج وفي نفس الوقت نظام الاداره او السيستم في المصنع بيبقى طبقا للمعايير الدوليه برضه. حتى لو مش واخد شهاده مش شرط الشهاده لكن في تشيك ليست بيتعمل للناس اللي بتتابع الانتاج ده. فايه اللي بيحصل؟ ان انا مثلا بقدم عدد من المعاينات بقدم الاول الطلب ده هناخد مثلا علامه الجوده مثال وبسحب منه عينات على فترات متباعده. بسحب الاول بتنجح ببتدي اسحب تاني. الكلام ده كله بعد ما بدرس نظام العمل في المصنع. والله نجحت خلاص بعمل له العقد لمده سنتين. ايه اللي بيحصل بقى عشان اضمن ان المنتج مطابق للمواصفات؟ انا بيبقى عندي حاجه اسمها زيارات دوريه 3 زيارات في السنه. في بسحب فيهم وفي
بغير السحب أنا بتابع السجلات. بتعنيني في إيه السجلات دي؟ إن أنا بضمن إن حضرتك على طول الوقت بتقوم بسحب عينات وبتسجلي نتائجها في السجلات دي، إن هي موارد، وارد يحصل حالة عدم مطابقة، مفيش مشكلة بتتعالج. بس إحنا نبقى عارفين المشكلة فين. طيب أنت وجهة نظر حضرتك إيه عشان نحكم السوق في مصر؟ مفيش منتج يبقى موجود السوق المحلي إلا مطابق للمواصفات القياسية المصرية. الكلام ده هيبتدي رقم واحد من الجهات الرقابية، إن إحنا يبقى عندنا قرارات إن أي حاجة تنزل السوق المحلي لازم تبقى مطابقة، والمطابقة لا تعني علامة جودة بس، علامة جودة شهادة مطابقة، حتى على الأقل نموذج أساسي. طب ما تيجي نشتغل على المستهلك، نقول للمواطن المصري من فضلك ما تاخدش منتج من على رف أيا كان المنتج، إلكتروني، هندسي، غذائي، مشروبات، غير لما يكون عليه ميم قاف ميم، يعني مطابق للمواصفات القياسية المصرية. من وعي المستهلك المصري حقه عشان يدفع فلوس طبعا، حقه ياخد منتج يعني طبعا. طب وده اولا بيشجع الانتاج المحلي وبيزود الثقه ان انا طبعًا. لما الاقي علامه زي دي خلاص انا عارفه ان هي اختبرت وفي متابعه للمصنع والمنتج ده وشغالين عليه، يعني هو مش نازل كده هباء. حق الهيئه المصريه العامه للمواصفات والجوده فيها مركز تدريب على اعلى مستوى ومتاح للطلبه والشركات لتاهيل عملتها. تعالوا نقابل المهندسه سماح عمار مدير مركز التدريب في هيئه المواصفات والجوده. دور عظيم في عمليه التدريب لكثير من الجهات، احنا بنتكلم في شركات، موظفين، عاملين في مصانع، كل ده متاح لي، وطلبه كليات زراعه وكل جميع التخصصات متاح ليها التدريب داخل المركز. انا عايز اعرف التدريب بيبقى ازاي، بنأهلهم ازاي، بنفهمهم يعني ايه مواصفات وجوده ازاي، ده مهم. احنا اولا مركز تدريب هيئه المواصفات والجوده بنقدم برامج كتيره قوي سواء كانت نظري او عملي، بنأهل الشركات والمصانع لتطبيق لنشر ثقافه الجوده بشكل عام، وكمان القطاع الخاص بالطلاب وتاهيلهم لسوق العمل. عندنا مجموعه من البرامج التدريبيه سواء كانت نظريه في نظم الجوده المختلفه طبقا للمواصفات القياسيه العالميه، منها نظم اداره الجوده 9001 45001 السلامه والصحه المهنيه البيئه، في مجموعه من الكورسات طبعا خاصه بمجال الفود سيفتي، سلامه الغذاء، وسلامه الغذاء تمام. كمان عندنا برامج معمليه لينا كهيئه المواصفات والجوده الرياده في التدريب على البرامج المعمليه. عندنا البرامج المعمليه كمان عندنا قطاع كبير قوي من المعامل سواء كان في القطاع الغذائي، الكيماوي، الهندسي، غزل ونسيج ومعايرات صناعيه. كل دي دورات بتتم داخل المركز بالظبط كده، عملي ونظري. تشاهدون بعد قليل. فريق الجدعان يرصد الجهود المبذولة في نحو 160 لجنة بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لتحديد مواصفة قياسية مصرية لجميع الصناعات، حيث تمتلك مصر نحو 10,000 مواصفة وخاضعة للتجديد بصفة مستمرة، وذلك حتى يسمح لمختلف المنتجات بأن تحمل علامة ميم قاف ميم، وبما يعني أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية. الآن تشاهدون فريق الجدعان يرصد الجهود المبذولة في نحو 160 لجنة بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لتحديد مواصفة قياسية مصرية لجميع الصناعات، حيث تمتلك مصر نحو 10,000 مواصفة وخاضعة للتجديد بصفة مستمرة، وذلك حتى يسمح لمختلف المنتجات بأن تحمل علامة ميم قاف ميم، وبما يعني أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية. لسه مع حضراتكم مكملين رحلتنا في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. دلوقتي هنرصد الجهود المبذولة في حوالي 160 لجنة لتحديد مواصفة قياسية مصرية لجميع الصناعات لتأكيد جودتها قبل النزول للسوق المحلي. وخلي بال حضراتكم، مصر بتمتلك حوالي 10,000 مواصفة قياسية وخاضعة للتجديد بصفة مستمرة عشان يسمح لمختلف المنتجات بالحصول على علامة ميم قاف ميم.
بما يعني أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية. وبالمناسبة كل اللجان الفنية في الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة بتشارك فيها جهات علمية وبحثية والمنتجين للسلعة والغرف التجارية والأزهر الشريف ولجنة الموائع وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والحجر الزراعي المصري والحجر البيطري المصري، يعني ما فيش مواصفة بتتعمل إلا بعد فحصها مليون مرة. في وحدة مهمة جداً في الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة وهي وحدة العوائق الفنية على التجارة. تعالوا نقابل المهندسة هويدا جمال مدير الوحدة. أكيد بعض الناس أو بعض الدول بتحاول تحط بعض العوائق على التجارة، إحنا دورنا في اللحظة دي بيبقى إيه؟ إحنا دورنا إن إحنا في وقت ما بيجينا التشريع، يعني إحنا طبيعي إن إحنا بيجينا من الدول الأعضاء منظمة التجارة العالمية أساس إن إحنا النقطة الوحيدة على مستوى الدولة اللي مسؤولة على التعامل في الملف بتاع التجارة البينية بين الدول الأعضاء. المفروض إن هي بتجينا الإخطارات من الدول الأعضاء بالتشريعات الفنية واللوائح الفنية وإجراءات تقييم مطابقة الخاصة بكل دولة بالضبط. المفروض إن دي بتجينا بشكل دوري، يعني ممكن في اليوم يجينا مثلاً 20 إخطار، في الشهر يجينا فوق 55 150 وهكذا على حسب كل دولة وكمية التشريعات بتطلع منها. بناخد هذه التشريعات والمفروض إن إحنا بنبقى يعني على معلومية بيها. أنا مش أنا اللي معلومية بيها، المفروض إن أنا باخد هذه التشريعات وبديها للمؤسسات والجهات الحكومية اللي المفروض تبقى على علم بيها. يعني لو فرضاً إن في دولة مثلاً عاملة تشريع فني يخص الصحة، فأنا باخد هذا التشريع وببعته لوزارة الصحة عشان تبقى على علم بيه، لما تيجي تعمل تشريع فني تاني يخص الدولة تاخد هذه المعلومات في الحسبان. طب لو في اعتراض على التعديل ده إن هو لا يتناسب معانا ممكن يعوق التجارة، بتعمل إيه؟ جميل، الجهة المعنية بتبدأ تدي الملاحظات بتاعتها. المفروض إن كل الدول بتدي الاختيارات ديت، المفروض بتديها بتدي فترة 60 يوم للدراسة يعني كمشروع، وبعد كده المفروض إن إحنا بناخد هذه الملاحظات من المؤسسة الحكومية أو من الجهة المعنية وبنبعت الملاحظات بتاعتنا للدولة العضو. ده برضو بينطبق علينا إحنا لو عملنا أي تعديل على أي مواصفة لازم نقعد 60 يوم قبل تطبيقها. هو يا فندم مش مواصفة بس، هو تشريعات فنية يعني قوانين أو مواصفات ملزمة أو إجراءات تقييم مطابقة زي مثلا علامة الجودة، دي تعتبر من ضمن إجراءات تقييم المطابقة. اللي قدام حضراتكم دي هي المهندسة أمل الحناوي مدير إدارة المواصفات الكيماوية وأمين لجنة الورق الصحي، وهي لجنة مهمتها إصدار الموافقة على مواصفات الورق الصحي. ركزوا معها. النهاردة حضرنا مع حضراتكم لجنة، اللجنة دي كنا بنراجع المواصفة القياسية الأردنية، ده مجرد مشروع بالظبط. هل كان في عوائق مثلا بياخدوا رأينا فيها عشان ما يحصلش أي موانع للتجارة ما بين مصر والأردن؟ بالظبط، هو الهدف من إرسال المشروع هو إبداء الملاحظات عليه لتحسين وخدمة التبادل التجاري بين البلدين حتى لا يتم إعاقة الإنتاج المصري أو المنتجات المصرية عند تصديرها للأردن وبالتالي يمثل عائق على التجارة. فبالتالي بنتم دراسة مشروع المواصفة القياسية الأردنية في اللجنة المختصة ونبدي الملاحظات، ولو في أي ملاحظات أو في أي متطلبات مجحفة ممكن الشركات المصرية ما تقدرش تلبيها بنبعت الملاحظات لهيئة التقييس الأردنية حتى يتم أخذها في الاعتبار. خلينا ناخد اللجنة بتاعت الورق الصحي كنموذج. اللجان الفنية في هيئة المواصفات والجودة وعددها حوالي 160 لجنة. اللجان دي عايز أعرف بتضم مين؟ يعني هل فيها أهل الصناعة، فيها خبراء، فيها باحثين؟ هي اللجان الفنية المتخصصة بالهيئة بتضم كوكبة من الخبرات المصرية مثل الجهات الرقابية، في جهات بتمثل الشركات المنتجة، في الأجهزة اللي بتراقب السوق زي جهاز حماية المستهلك، في الجهات الأكاديمية والبحثية زي المركز القومي للبحوث، الجامعات بمختلف التخصصات. الغذاء ليه لجان مشددة ومتخصصة في الهيئة العامة للمواصفات والجودة، أبرزها إدارة المواصفات الغذائية وبترأسها المهندسة حنان فؤاد، وهي مسؤولة عن فحص الألبان واللحوم والدواجن والأسماك والحبوب ومصنعات اللحوم، وكل العينات بتكون مكودة عند الفحص، يعني مجرد أرقام لتعرفها. إيه الضوابط والضمانات إن كل المنتجين للغذاء في السوق المحلي بيخضعوا للكودكس أو مواصفات غذائية مثالية؟ بداية هو هيئة الدستور الغذائي الدولي
هي فيها 189 دولة، صحيح، من ضمنها مصر. مصر انضمت لهيئة الدستور الغذائي سنة 1972. الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة هي الدستور الغذائي من ساعة منذ انضمامها للمنظمة. رئيس هيئة الدستور الغذائي المصري هو رئيس هيئة المواصفات والجودة. احنا بالنسبة لنا بننتج المواصفات او بنصدر المواصفات مطابقة لي او مرجعيتها الأساسية عندي الكودكس اللي هي بتصدرها هيئة الدستور الغذائي الدولي. بالإضافة إن إحنا كمان عندنا اللجنة دي بتشارك في النشرة الدورية اللي بتصدر من الكودكس المصري، النشرة الدورية عن الدستور الغذائي، بتصدر فيه كل ما بننشر فيه كل ما هو مستجد على الساحة الدولية. طبعاً ده مفيد جداً للمصنعين والمنتجين، إن هما بيبقوا عارفين كل ما هو صادر عن المواصفات الدولية، وبالتالي اللي هي بتبقى مرجعية الأساسية لكل الدول، ما بيبقاش في أي عائق في التجارة ما بيننا وما بين أي دولة. وفي نفس الوقت كمان هما بيشاركوا في إعداد المواصفة الدولية، يعني أنا عندي الجهات المعنية اللي بتشارك في اللجنة المصرية للدستور الأغذية بتشارك في إصدار المواصفة. من الإدارات المتميزة في الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة الإدارة العامة للمهن، وهي بتحط مواصفة قياسية لكل مهنة، وبتستند لدليل التصنيف المهني المصري بمجلس الوزراء، وبيشارك فيها خبراء من وزارات التعليم والقوى العاملة والدفاع، ده بخلاف المعهد القومي للمعايرة والمركز القومي للبحوث. هنقابل دلوقتي المهندس زكريا غطاس مدير الإدارة العامة للمقاييس وأمين لجنة المهن، وهيكلمنا عن المهن اللي لازم يبقى ليها معايير خاصة زي فن اللحام ورجل الحريق والسباكة وحفر الأبار والوزان والخراط وغيرها. وبالمناسبة وضعوا معايير لمهن كتير جدا. حضرنا مع حضرتك النهاردة اجتماع مهم، حوالي 19 مهنة حطينا ليها اشتراطات مش هيشتغلها غير اللي تتوافر فيه هذه الاشتراطات. المهن دي كلها مهن حرفية. يعني ايه رجل اطفاء يبقى ليه مواصفات؟ يعني ايه رجل سباك يبقى ليه مواصفات؟ يعني ايه فني الحام يبقى ليه مواصفات؟ لا، عايز افهم وعايز الناس تفهم. حضرتك احنا بنحط المهارات المفروض تتوفر في الشخص اللي بيقوم بالمهنة دي، سواء اذا كان يعني بيشتغل فيها اوريدي او لسه هيشتغلها. وده كان ما بيشترك معانا جهات كتيره، من ضمنهم التربيه والتعليم والقوات المسلحه، في الكفاءه الانتاجيه، مركز معلومات مجلس الوزراء، النقابه الصناعيه، المركز القومي للبحوث، جهات كتيره مشتركه معانا. يعني مثلا لما حبينا نعمل فني طباعه جبت حد من المطابع الاماليه، حبينا نعمل فني اطفاء حريق كان معانا من الحمايه المدنيه، معنا ظباط محمية المدنية. يعني يقول لنا مواصفاته ازاي؟ هل مواصفات جسمانية مثلا ولا مواصفات ايه؟ مواصفات الشخص، مهارات اللي هو يقوم بيها الشخص. مش المهارات دي مكتسبة هو بيتعلمها؟ بيتعلم، بياخد دورات فيها وبيتعلمها اساسا بالخبرة. طيب ايه اللي هيعود على الشاب او المهني اللي هيطابق هذه المواصفات؟ يعني يقدر ياخد لايسنس مثلا من الترخيص من القوى العامله اللي كنا بنسافر بره، او اللي هو في جهات يكتب له في الباسبور ان هو فني لحام فني كهرباء. طبعا حسب يعني القوى العامله مشتركه معانا في في المواصفات في اللجنه دي، فالقوى العامله عارفه المواضيع دي، عارفه اللي هو الجدارات والجدارات التربيه والتعليم، حاطين جدارات للمهن دي برضو. الهيئه العامه للمواصفات والجوده لاول مره تحط مواصفه قياسيه للسائل الالكتروني الخاص ببعض معدات التدخين بعد انتشار سوائل مغشوشه بتهدد صحة المواطنين. ربنا يعافينا جميعا. تعالوا نقابل المهندس محمد عبد الحميد أمين لجنة التبغ في هيئة المواصفات والجودة. ليه لجنة للتبغ؟ ليه؟ أولا التبغ سلعة استراتيجية وبيسموها سلعة جدول. التبغ بوجه عام بيدخل لخزينة الدولة في الضرائب ما يقرب عن أكثر من 65 مليار جنيه سنويا. غير كده أن في 18 مليون مدخن على مستوى الجمهورية، دي طبقا لأحدث الإحصائيات. فطبعا حاجة زي دي نعمل لها لجنة، وعلى أساس إن احنا نحمي بقدر الإمكان من السجائر التقليدية ومنتجات التبغ التقليدية اللي ممكن تضر أكتر من السجائر العادية. النهاردة في اللجنة اللي حضرناها مع حضراتكم تم الإعلان لأول مرة عن قانون يحكم السائل الإلكتروني، ده بيستخدم في بعض أجهزة التدخين ومنتشر جدا في السوق المحلي، وبعض الناس بدأت كمان تصنعه للأسف بدون أي مواصفة.
القانون ده هيبقى دوره ايه النهارده؟ والله في البدايه كده كان الموضوع ده الموضوع السجائر الالكترونيه او السائل الالكتروني منتشر بطريقه ملفتة للنظر جدا جدا، وكان المنتجات كلها زي ما احنا بنقول كده بالوجه العام انها بيرسلم. عملنا مواصفه خاصه ببدائل السجائر الالكترونيه اللي هو السائل الالكتروني، والحمد لله بتوفيقه صدور قرار وزاري رقم 516 لسنة 2021 بيلزم أن يتم تسجيل أي منتجات من المنتجات دي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ولازم تاخد موافقة من عندنا هنا. وطبعا القرار ده في التصنيع المحلي ولا الاستيراد؟ الاثنين يا فندم، الاثنين. طبعا الاشتراطات بتاعتنا قاسية جدا جدا وشديدة جدا جدا، مش أي حد هيقدر ينتج، مش أي حد هيقدر يستورد. بنحاول زي ايه متعرفنا؟ يعني مثلا ان يكون نسبة النيكوتين مثلا ما تزيدش عن 20%، ان نسبة الليكويد نفسه في السائل 10 ملي متر، لازم تكون الحاويات المصنعة من الدرجة الغذائية وخاضعة للاختبارات، ان البروبيلين جليكول والجليسرين المواد اللي داخلة فيها ذات درجة نقاوة عالية جدا توصل ل 99.5%، وطبعا دي إمكانيات عالية جدا جدا مش أي حد يقدر يعملها. برضو إن النكهة المحطوطة والنيكوتين برضو بيبقى من الدرجة الغذائية على النقيض تماما. حضرتك برضو رئيس لجنة شديدة الأهمية، وهي لجنة المكملات الغذائية الرياضية. هي لجنة اسمها لجنة الغذاء الخاصة. لجنة الغذاء الخاصة. الغذاء الخاصة. ولادنا كتير جدا بينزلوا يجيبوا الأبوات الضخمة دي والجيمات والحاجات دي، خطر ولا إيه ومواصفاتها إيه واستيرادها بيخضع لإيه؟ إحنا فعلا عندنا مواصفة خاصة بالمكملات الغذائية، ومواصفة شديدة جدا جدا مش أي حد برضو يقدر يطبقها. غير كده اللي إحنا فيه تعاون بيننا وبين وزارة الشباب والرياضة في موضوع تقنين المكملات الغذائية، وسيد رئيس الهيئة دكتور خالد تم الاتفاق معاه مع دكتور خالد صوفي ان احنا باذن الله نعمل ورشه عمل خاصه بالمكملات الغذائيه، وندعو فيها الاطراف المعنيه بحيث ان احنا نقف على الحقيقه بتاعه المكملات ونوع من انواع التوعيه والارشاد لشبابنا من الموضوع ده، لانه غايه في الاهميه والخطوره. في زمن قياسي لا يتجاوز 3 شهور نجحت لجان الهيئه العامه المصريه للمواصفات والجوده في مراجعه 426 مواصفه قياسيه بالكامل حتى تتوافق مع المواصفات العالميه، وخلال عام 2022 هيراجعوا 500 مواصفه تانيه، ده بخلاف وضع مواصفات قياسيه جديده مصر محتاجاها في مختلف الصناعات. ومره تانيه السلعه الوطنيه اللي عليها شعار ميم قاف ميم تشتريها فورا وانت مغمض، اما لو مش موجوده فلازم تعيد التفكير في قرارك. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان، ولكن بالتأكيد حضراتكم جميعا مهتمين بما يحدث ما بين روسيا وأوكرانيا. أكيد الدولتين مناشئ مهمة جدا لمصر في الذرة والقمح، كمان هي أسواق كبيرة جدا لصادراتنا من الحاصلات الزراعية. دلوقتي هنقابل الدكتور أحمد العطار المؤتمن على إدارة سلطات الحجر الزراعي المصري حتى نتحدث بشأن صادراتنا من الحاصلات الزراعية إلى أسواق شرق أوروبا، وأيضا نتحدث عن وارداتنا من القمح والذرة، هل تتأثر أم الدولة نجحت في تأمين كل ما نحتاجه من هذه السلع الاستراتيجية. بعد هذا اللقاء الهام جدا أستودعكم الله، أشوفكم الأسبوع المقبل أيام الخميس والجمعة والسبت الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامج حضراتكم الجدعان. تهيألي لا صوت يعلو فوق صوت ما يحدث في دول الاتحاد الأوروبي. أوكرانيا وروسيا مناشئ مهمة جدا لمصر في الحبوب قمح وذرة. الناس قلقانة، بيقولوا إن العلاف سعرها يغلى، بيقولوا إن القمح هيحصل عندنا بعض الأزمات في العام 2022، رأي حضرتك؟ طبعا بداية نحب نطمن الناس، زي ما دولة رئيس الوزراء
صرح قبل كده ومعالي وزير التموين ومعالي وزير الزراعة بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح المصري يكفي حتى نهاية عام 22. فإحنا بنطمن الناس تماما فيما يخص القمح. إحنا أولا عندنا 21 منشأ لاستيراد القمح معتمدين لدى الحجر الزراعي. إنما اللي إحنا عايزين نقول للناس إن شاء الله الناس تطمن، حكومة واخدة كل إجراءاتها الاحترازية للتعامل مع هذه الأزمة. ده فيما يخص وارداتنا من القمح. فإن شاء الله أنا يعني لا أتوقع حدوث أزمة في توريد القمح خلال عام 22 أو 23 بسبب أزمة أوكرانيا مع روسيا. إن شاء الله ما يحصلش أزمة. طب دكتور، بالنسبة للذرة، ذرة الصفرة تحديدا عشان الأعلاف، احنا ما بنستوردش ذره من روسيا، هي اوكرانيا هي المشكله هتبقى مع اوكرانيا. ولكن ايضا الذره الصفراء احنا عندنا مناشئ كتير للذره الصفراء، عندنا 14 منشأ معتمد للذره الصفراء خلاف الانتاج المحلي. غير الانتاج المحلي، وغير يعني لو الانتاج المحلي هو قائم في كل الاحوال، ولكن لو بنتكلم على ازمه اوكرانيا تحديدا احنا عندنا مناشئ كتير بديله لاوكرانيا من ضمنها الارجنتين وغيرها ودول كبيره جدا بتصدر لنا كميات ضخمه من الذره، والبرازيل وغيره. فاحنا يعني ان شاء الله انا يعني لا اتوقع ايضا ان الازمه اللي موجوده حاليا دي هتستمر فتره طويله لدرجه انها تنعكس باثار سلبيه على القمح والذره. وان شاء الله نتمنى ان ربنا ما يخيبش ظننا في هذا الامر. اخر اختار جاي لحضرتك المراكب اللي جايه في الطريق من الارجنتين من البرازيل؟ كل المراكب اللي هي جاي متعاقد عليها خارجيا ما كانش فيه في اوكرانيا ما كانش فيه في اوكرانيا غير مركبين فقط قمح، وهم دول اللي ممكن يكونوا هيتاثروا شويه، بس مركبين دول يعني لا يعني ما يعتبروش حاجه كبيره، مش هيأثروا في دوله يعني، مش هيأثروا في دوله، ومركبين نقدر نجيبه من اي دوله تانية. طب صادراتنا من الموالح والبطاطس الى السوق الروسي، هو سوق ضخم جدا لمصر، هل تاثر؟ هل تم اختار ان الموانئ حتى هذه اللحظه احب اطمن كل الساده المشاهدين صادراتنا تسير بانتظام شديد جدا الحمد لله. بالاضافه ان روسيا خلينا نتفق ان عندها موانئ كتير، مش بس الموانئ اللي في البحر الاسود اللي هي على المشتركه في الحدود مع اوكرانيا او في نفس المنطقه الاستراتيجيه اللي فيها مناطق العمليات، وانما في موانئ اخرى في روسيا في شرق روسيا وفي على المحيط، وبالتالي في عندها وسائل نقل تانية كتيرة جدا في مواني مختلفة تقدر الوردات. تستقبل الواردات من صادراتنا الزراعية، وده اللي انا اتوقعه ان شاء الله. ولذلك انا مش قلقان ان شاء الله على صادراتنا الى روسيا. اللي انا قلقان منه فقط، ودي اللي كل العالم يعني يقدر يتفق فيها، هو انخفاض سعر الروبل الروسي، هو ده اللي ممكن شوية ينعكس على اسعار المنتجات اللي رايحة روسيا. وده طبعا عرفت برضو ان الرئيس بوتين خد اجراءات من البنك المركزي الروسي لمعالجة او يعني معادلة هذا الانخفاض، والله اعلم ايه اللي هيتم في الفترة الجاية. لكن دي النقطة اللي انا اقصد اقول ان دي النقطة اللي ممكن تكون مصدر تخوف على سعر المنتجات، لكن كمنتجات زراعية مصرية بيتم تصديرها لروسيا ان شاء الله ما يحصلش فيها اي مشاكل، ما يحصلش فيها اي انخفاض في الكميات اللي بنصدرها. زي ما قلت قبل كده احنا كوزارة زراعة احنا مسؤولين على الانتاج المنتج وتصديره كمنتج وككميات، انما موضوع الاسعار ده عملية تجارية تخضع للعرض والطلب، وطبعا يعني مسؤول عننا نحميها. احنا بناخد كل الاجراءات الفنية واللوجستية وكل التفاوضات، وزي ما حضراتكم شفتوا الفترة اللي فاتت ان احنا نحمي صادراتنا الى روسيا طبعاً. والى كل دول العالم ونحافظ. ازمة روسيا اللي فاتت مع الموالح المصرية اثبتت ان في مصر هنا في مفاوضين، في وحوش في الحجر الزراعي المصري وفي وزارة الزراعة. اشكرك بجد يا دكتور. العفو يا فندم، تحت امرك. فريق الجدعان ريل استيت يزور في دبي الجناح المصري العملاق في معرض اكسبو 2020، والذي يروي حكاية مصر منذ عهد بناة الاهرام وحتى بناة العاصمة الادارية الجديدة، وهو ما جعله أكثر الأجنحة تميزاً وزاره أكثر من 1,000,000 سائح أجنبي. فريق الجدعان ريل استيت يلتقي الخبير العقاري خالد عساف، والذي يشارك بقوة منذ 16 عاماً في بناء دبي، حيث يكشف تجربة حكومة دبي كاملة في إنشاء أرقى الأحياء والمناطق السياحية وتصدير العقارات للأجانب غير المقيمين واشتراطات تخصيص الأراضي وإنشاء الأبراج الضخمة.